بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفضل ما خلق، سيد جميع الأنبياء والرسل، الحبيب المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين زقوا العلم زقا وحملوا الرسالة من بعده حقا، وعلى أصحابه المنتجبين الذين اتبعوه علما وفقها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. العدل أيها الأخوة والأخوات في الحياة هو من العناوين الكبيرة التي خصص لها الإسلام مساحة كبيرة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالله تعالى وصف نفسه بالعدل، فهو خالق الكون وجعل لمخلوقاته حقا عليه، وهي لا تملكه في ذاتها ولكنه أعطاها ذلك الحق. فالله تعالى هو العادل، والعدل كله عنده، والعدل من صفاته الأساسية. وقد أكد الله تعالى في أكثر من آية مباركة أن كل ما يجري على الناس في الدنيا والآخرة فإنه لا يجري عليهم على أساس أن الله يظلمهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله تعالى قد أعطى كل شيء من الوجود حقه، وأعطى الإنسان حقه، ولكن الله تعالى أراد للإنسان أن يعيش العدل في كل وجوده لكي يستقيم الوجود به. ولم يتحدث أي دين من الأديان وأي حضارة من الحضارات عن العدل كما تحدث القرآن الكريم عن العدل. فالله حدثنا في الآية المباركة أن أساس الدين هو العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات التي تثبت رسالاتهم، وأنزلنا معهم الكتاب. المقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم، والميزان الذي يزن مقادير الأشياء وقيمها، ليقوم الناس بالقسط، يعني أن كل الرسالات والرسل والكتب المقدسة وكل ميزان يزن القيم كان من أجل أن يقوم الإنسان بالعدل في حياته. ونفهم من هذا الأساس أن هناك علاقة بين الدين والعدل، علاقة ذاتية وأساسية. فأن تكون صاحب دين يعني أن تكون العادل بكل معنى العدل، وأن تكون الظالم يعني أن لا تكون صاحب دين سواء صليت أم صمت. وقد وصف الإمام علي عليه السلام الظالم بصفات ثلاث بقوله عليه السلام: للظالم من الرجال ثلاث علامات، يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة،
ويظاهر القوم الظلمة. الظالم يظلم من فوقه، ومن هو فوق الفوق؟ الله جل جلاله هو الأعلى. فالظالم يظلم ربه لا من موقع قوة، لأن القوة لله جميعا، ولكنه يظلم ربه لا يعطيه حقه في توحيده، سواء في العقيدة أو العبادة أو الطاعة. وهذا ما عبر عنه لقمان الحكيم في وصيته لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأنت عندما لا تؤدي لمن فوقك حقه فأنت ظالم، هذا بالنسبة إلى الله طبعا، وأيضا إلى لم تؤدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه في القيام لما قرره من سنة مطهرة، فأنت ظالم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عندما تظلم الإنسان أخوك الإنسان فحاولت أن تحرمه حقه فأنت ظالم له. ومن دونه بالغلبة، فالإنسان الذي هو أضعف منك من ناحية القوة، إذا حاولت أن لا تعطيه حقه الإنساني والشرعي والتعاقدي من جهة استخدام قوتك فأنت ظالم. ويظاهر القوم الظلمة، والظلمة هنا جمع ظالم، فالشخص الذي ينصر الظالمين ويدافع عنهم فهو ظالم أيضا. وقد تحدث الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة عن أنواع الظلم بقوله: ألا وإن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم مغفور لا يطلب، وظلم مطلوب لا يترك منه شيئا. أما الظلم الذي لا يغفر كما قلنا فهو الشرك بالله، أن تظلم ربك في حقه في العبادة والطاعة. وأما الظلم الذي يغفر ولا يطلب فهو ظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، أي تظلم نفسك أن تأتي بالمعاصي الصغيرة. وأما الظلم المطلوب الذي لا يترك فهو ظلم العباد بعضهم بعضا. ثم يتابع الإمام علي وهو يحدث عن نتائج الظلم يوم القيامة، ما هي انعكاسات الظلم يوم القيامة. فيقول: القصاص هناك شديد، ليس جرحا بالمدى، أي تقطيعا بالسكاكين، ليس جرحا بالمدى وليس ضربا بالصياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه، لأن المظلوم يطلب من الله أن يقتص له من ظالمه. وكما نعلم أن شعار يوم القيامة هو لا ظلم اليوم، لذلك أراد الله تعالى للإنسان أن يقيم العدل سواء على نفسه أو في العمل الاجتماعي لمن يعيش معه، لكي يعطي كل ذي حق حقه. وعلى ضوء هذا فلا بد لنا عندما نعيش حياتنا أن ندرس حقوق الآخرين علينا كما ندرس حقوقنا على الآخرين، لكي نعطي كل ذي حق حقه، كما نفكر أن يعطينا كل إنسان عليه الحق حقوقنا، وأن لا نفكر كيف نأخذ حقوقنا من الآخرين فحسب، بل علينا أن نفكر كيف يمكن أن نعطي الآخرين حقوقهم علينا. لأن العدل في الحياة هو أن تتصرف مع الآخرين كما تريد لهم أن يتصرفوا معك. وقد قال وقد شخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن شخصا جاءه فقال له: يا رسول الله، أحب أن أكون أعدل الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس ما تحب، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون أعدل الناس، أحب للناس
ما تحب لنفسك تكون أعدل الناس. وهناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن مسألة العدل ليس فيها أي طبقية ولا لنوعية العلاقات بينك وبين الإنسان الذي تريد أن تعدل معه، حتى أن العدل لا يفرق فيه بين المؤمن والكافر. فيجب عليك أن تعدل مع الكافر حتى ضد المؤمن الظالم، ولا فرق بين القريب والبعيد. فعليك أن تعدل مع البعيد ضد القريب إذا كان الحق له، ولا فرق بين الصديق والعدو. فعليك أن تجري العدل مع عدوك إذا كان الحق له. فليس هناك عاطفة في العدل، لا عاطفة مضادة في موقف الإنسان مع أعدائه، ولا عاطفة موافقة كما في عدل الإنسان مع أقربائه. وقد أكد القرآن الكريم هذه المسألة في أكثر من آية. وفي كلمة لإمام علي عليه السلام قال: العدل أساس به قوام العالم. فالعالم إنما يقوم ويستقيم من خلال العدل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قد يكون الغني صاحب حق فتأخذ العاطفة بعض الناس على الفقير أو العكس. وعلى الإنسان أن يقول كلمة الحق، لأن المجتمع لا بد أن يقوم على أساس أن لا يشهد أحد شهادة زور. وفي الجانب الثاني قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا يعني أن تقوم بالعدل لله تعالى لا لحساب فلان من الناس، وأن لا تمنعكم العداوة والخصومة بينكم وبين الآخرين من إقامة العدل وإحقاقه، لا سيما عندما يوسوس لكم الشيطان بأن هذا عدو وذاك صديق. فما دام الله خبيرا بكم فبأي شيء ستجيبون الله ربكم إن لم تعدلوا بين الناس؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين ساداتنا وأئمتنا علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري
والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك ولي الأعمال الباقيات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ويكفي للمؤمن عزا أن يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال أيضا: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. في هاتين الآيتين المباركتين يريد الله تعالى من الإنسان أن يملأ حياته بالخير من خلال جهده وعمله، وذلك من أجل أن يصلح تصورات الناس الذين يعيشون حوله ويشاركونه خيرات هذه الحياة في جميع ما يتحركون به، وفي كل ما ينطلقون به من علاقات ومواقف بينهم. لأن الله تعالى قال على لسان نبيه عيسى عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مباركا أينما كنت، أي رب اجعلني نفاعا للناس أينما كنت وعلى أي أرض عشت ومع أي جماعة أعيش. لافض كذلك عندي يا الله، وهو لا يتحرك إلا بما يكون خيرا لنفسه وعياله وللناس من حوله في كل ما يخطط له ويسير فيه في حياته. الله تعالى يريد من الإنسان أن يستبق الخيرات في علاقته بالناس، حيث تكون هناك حاجة إلى كل من يملك جهدا ومالا وموقعا لكي يعين الناس من خلالها، ولتكون إعانته لهم صدقة جارية لتلك الجهود التي بذلها من أجلهم، باعتبار أن فعل الخير هو الطريق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أتاه: ألا أدلك على عمل يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنل ما أنالك الله، أي اعطي المحتاجين مما أعطاك الله. فقال له: وإن كنت أحوج مما أنيله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فانصر المظلوم، أي أن هناك أناس يحتاجون إلى قوتك لتدفع عنهم ظلامة الآخرين، سواء كان الظالم فردا أو جماعة. فقال هذا الرجل لرسول الله: فإن كنت أضعف ممن أنصره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاصنع للأخرق، والأخرق هنا يعني أشر عليه بالنصيحة، والأخرق في اللغة هو الجاهل بما يجب عليه أن يصنعه ومن لا يحسن التصرف. فإذا كنت لا تملك قوة فإنك تملك خبرة في الحياة، ولك رأيا يمكن أن يحقق للناس الخير والحل لمشاكلهم، أي عليك أن تدبر الإنسان الذي لا يستطيع أن يدبر نفسه، اعطه الخبرة والرأي والمشورة الصادقة. فقال: فإن كنت أخرق مما أصنع له، أنا محتاج النصيحة، شلون أنصحه؟ شلون أنا محتاج للمشورة، أي إن كنت ممن كان يحتاج إلى المشورة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: فاصمت لسانك إلا من خير، أي عندما تتكلم عليك أن تمسك لسانك عن أي كلمة، عن أي كلمة شر أو ضرر، وأن لا تطلق لسانك إلا للخير، معقبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالقول: أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟
ونقرأ في الأحاديث الشريفة عن أئمة أهل البيت في قضاء حوائج المؤمنين، باعتبار أن المؤمن بحاجة إلى أخيه المؤمن في كل شؤونه، سواء المالية أو الصحية أو النفسية أو العائلية أو ما إلى ذلك. وكما قال الشاعر: الناس للناس من بدو ومن حضرين، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. صاحب المال هو خادم بالفعل، صاحب المال هو خادم للعمال الذين يعملون عنده، وهو خدم لهم وهم خدم له، لأنهم يهيئون ما يحتاجه. وصاحب المحل يخدم الناس بتأمين حاجاتهم، وهو بحاجة إليهم في تنمية ثروته. أغنى الناس يحتاج إلى أفقر الناس، وأعلم الناس يحتاج إلى أجهل الناس، وأقوى الناس يحتاج إلى أضعف الناس. لنقرأ ما جاء أئمة أهل البيت عليهم السلام، على اعتبار أننا نلتزم إمامتهم وولايتهم، فعلينا أن نلتزم نصائحهم أيضا. عن المفضل عن الصادق عليه السلام قال لي: يا مفضل، اسمع ما أقول لك واعلم أنه الحق وافعله، وأخبر به علية إخوانك. والعلية في اللغة هو شريف القوم أو رفيعهم، أي الوجهاء. قلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله، وما علية إخواني؟ قال عليه السلام: الراغبون في قضاء حوائج إخوانهم، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة، من ذلك أولها الجنة، ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنة. أي بإذن الله تعالى يدخل الجنة هذا الشخص، ويسمح له بالشفاعة لأقربائه ومعارفه وإخوانه. وعن الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وعنه عليه السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في حياته الدنيا. فإن العبد لا يمشي في حاجة أخيه فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته. ثم قال عليه السلام: والله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. إخواني أخواتي، نحن نعيش الآن في مشكلة اجتاحت الناس كلهم، ولا سيما من أتباع أهل البيت، فإننا بحاجة إلى أن نعيش قوتنا الإيمانية التي تجعل منا جسدا واحدا، وعلينا أن نعيش التكافل الاجتماعي، أن يكفل بعضنا بعضا فيما يملك إعانته وكفالته. لذلك علينا أن ندعم بعضنا بعضا، وأن نساعد بعضنا بعضا، كل حسب إمكاناته وقدراته، وأن نعيش على أساس الرحمة والمحبة، لأن ذلك هو ما يحبه الله ورسوله ويرضياه عنا. والمؤمن في رحمة الله ما دام في عون أخيه المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله.